كده تقول لهم ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله خدوا كل حاجة مني، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ويورني فيهم يوم. والحاجة الوحيدة اللي أنا نفسي أشوفها فيهم أشوفهم كده وما بيتشن، أشوفهم بعيني درجوه. طفي نارك ده؟ مش هيطفي، بس أشوفه وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وأقول الله يرحمك. وأنا عارف هو فين دلوقتي، هما هيبقوا فين وهو هيبقى فين. أنا بل الحمد لله شهيد، بس أنا غصب عني ده ضنايا. أيامي بقيت من غيرك ماليها الويل، بتعذب كل ما يجي عليا الليل، وبروح على صورتك أخدها في حضني وأنام. أهي حاجة وبتصبرني على الأيام، دايما روحك حواليا وفي كل مكان، بتهون ياما عليا سنين حرمان. بقول لي فين ريحان عنده؟ قولي لي حمزة كان بيقولي كنونا، بابا كان بيقولي كده، مش بيقول لي كده عشان انا بنته. كانت علاقتكم ببعض ايه بقى؟ بيعاملك ازاي؟ بنتي الصغيرة بيقعد معايا بالليل، كل حاجة كنت بقولها له كمان غير ماما، هي ما كنتش بقول، هي كنت بقول له اكتر من ماما. وكان روحي اصلا كنت بفرح اول ما بيدخل، وانا اكتر واحدة شبهه. دلوقتي خلاص بقى بيقول لك ان انت شكله صح؟ خلاص وروح، بس هو أصلا ممشيش من قلبنا. بحبه أوي أوي، لأنه أصلا كان أخويا يعني الوحيد، وكل الناس حتى اللي ما يعرفوش حزنانين عليه. بس هما عملوا في كده عشان هما كلاب، يعني احنا بنظلم الكلاب لو قلنا عليهم كلاب أصلا. بس أنا لو شفتهم بجد والله العظيم انا مش هبالغ ولا موتهم، بس هسألهم ماما عملوا في كده ليه. حرمونا منه كلنا، كلنا كل الدنيا زعلنا عليه مش احنا بس. انت اصغر واحده، انا سمعت ان انت علاقتك بحمزه قريبه قوي. توصيت بعد حمزه، انا هو حمزه قريب مننا كلنا مش انا لوحدي. علاقته كانت ايه بيكي؟ اخ وحبيب وصديق، على طول يقول لي انت حبيبتي واختي وصاحبتي. بما ان اخوك الاكبر منه ما كانش بيقعد مثلا يزعق لك يقول لك اعملي كذا ما تعمليش كذا زي عامل عليكي اخوك الكبير مثلا؟ لا، انا حمزه كل يوم بيجي يسهر معايا بالليل وبناكل مع بعض. حمزه انا جعانه، هو اللي بيقوم يعمل لي الاكل حضرتك، يعني غير اللي هو يعني ممكن يقول لي انت قومي اعملي الاكل، لا هو اللي بيقوم يعمل لي الاكل. حمزة في موضوع، أنا حتى هو قبل ما ينزل قبل الوفاة الساعة 12 ما أكله أنا وهو واكلين مع بعض، وأنا عايزك في موضوع بحكي له عن كل حاجة، احتمال ما بحكيش لماما قد ما بحكي لحمزة. صديقك يعني أكتر من أخوك؟ صحاب. أنا صاحبه على فكرة، بيجي يهزر بيهزر معايا أنا. صبياني وحركات صبياني أنا يعني هو جرر، هو انا اخوه مش اخته. كان حنين عليكي، بيجيب لك حاجات من مصروفه مثلا او من شغله مثلا، تلاقيه عامل لك مفاجآت مثلا؟ هو كل يوم مفاجأة شكل. اخر مرة كان انا تعبانة وكلهم نزلوا ما عدا انا وحمزة، يعني قعد معايا، طب تعالي يا ماما احنا في العيد البسي وتعالي اوديكي عند ابو فواز السوري ناكل فاهيتا. انتي سمعتي الخبر كنت صاحيه بتذاكري ولا كنت نايمه؟ لا انا كنت نايمه عشان خاطر مستنيه. قلت له انا هظبط الساعه المنبه على الساعه 3 عشان اول ما تيجي، عشان عايزك في موضوع. قلت انام عشان اما يجي واحكي له ابقى فايقه، يعني اول مره نايم يعني ما استنوش، عشان خاطر انا كل يوم بستنيه اذاكر وهو يجي يسمع لي كلمات انجليزي. فمرات قلت له انا هنام عشان اما يجي واحكي له الموضوع،
معايا يعني يكون انا وهو، عشان هو بياخدني الحوار كده بالراحة فانا لازم تبقى دماغي فايقة معاه. صدقتي لما سمعتي انا مكنتش مصدقة الخبر. حمزة بيتخاني، قلت له حمزة بيتخاني مين ده انا يعني انا ما بتخاني معاه ما بيضربش ولا بيعمل حاجة. حمزة ما بيتخاني، ايش عمره ما تخاني يعني ازاي؟ لا انتوا كدابين، محدش رضي يقول لي بقى اللي هو مات. لو شفتي الولاد دول قدامك دلوقتي لو انت عايز ممكن تعملي فيهم ايه؟ هما ليه عملوا في كده يعني؟ انا مش عارفه هما ليه ضربوا كده يعني. انا متضايقه على فكره والله العظيم. هو يعني ده حمزه، طب هما ما كفوهمش يعني الضرب اللي هما ضربوا فيه ده؟ يعني هضربهم زي ما ضربوه وانا مش اخوه؟ يبقى هضربهم زي ما ضربوه. هما لازم يتعدموا، بيتعذبوا قبل ما يتعدموا. حصل فيهم زي ما حصل في حمزة، زي ما عملوا فيه تعمل فيهم صح؟ اكتر دول كلاب، هما مش بيحسوا بحاجة، كلاب يعني. سوري يعني انا اسفة، اللي يضربوا واحد زي ده يبقى ما عندوش حتى قلب يعني. هما ما عندهمش قلب. ايامي بقيت من غيرك ماليها الويل، بتعذب كل ما يجي عليا الليل، وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام، اهي حاجة وبتصبرني على